يا الله، السلام عليكم شباب. شباب، أول شيء ما مشترك بالقناة يشترك حتى يوصل لك الجديد، والمشترك يسوي لايك حتى يرفع لنا المقطع لأكبر عدد يطلع من المشتركين. شباب، الموصين على طرقة شيرازي، زوج في حلة، أليفات شباب، طيور أليفة. شوف شباب، طيور أليفة تتعارك ويا الإيد، تربات من الصغر. طبعا من اصور لو يجابوا الشعر بنات، لو يجابوا الارو، لو يجي هاي متعلمين عليها، فما راح اوقفوا الفيديو، تعلمتوا على هاي السالفة انتم. شباب، سعر مناسب، اثنينات هنا في حلة، وهذا الطوق واضح للعيان. الطيور بدأت تقرأ شباب، يعني تقرأ بس مو فول. طبعا اضطريت اوقف الفيديو، الصوت عالي صار. شباب، سعرهن مناسب ان شاء الله، طيور أليفة استوها بدأت تقرأ. اول بداية الها، اللي يحب يشتري يتصل علي وان شاء الله ما اقصر. يا طيور كلش نظيفة، هواي موصين على طرقة بس ما جاي اتذكر. بس ما جاي اتذكر من موصيني. شباب، الرقم مالتي موجود بالوصف، راح اخليه. اللي ما عنده رصيد الرقم مالتي بواتساب يتصل على الواتساب وبخدمته.